فتاوى بعض ما تسنى لنا من جمعه لمراجع الشيعة العظام في جواز واستحباب بل ولزوم إقامة الشعائر الحسينية والمشاركة فيها والحث عليها وتشجيعها وبذل الأموال في إقامتها وتشييدها. ولا غرو فإنهم قد استنبطوا ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة أهل بيته من الأئمة المعصومين عليهم السلام، وكان يحق لهم بل يجب عليهم أن ينتهجوا نهج نبيهم وأئمتهم ويسيروا على هديهم، فإنهم الامتداد الشرعي لهم، كما أن الأئمة المعصومين عليهم السلام الامتداد الشرعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الحجة من الله علينا في زماننا وعصرنا هذا عصر الغيبة وزمان افتقاد الإمام المنتظر الحجة بن الحسن المهدي عليه السلام، حيث قال في حقهم: إنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فعجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه وممن يوطد لحكومته ويمهد لعدالته وقسطه، آمين رب العالمين. الإمام المحقق النائني قدس سره. لقد وجه أهالي البصرة برقيات استفتائية إلى سماحة المغفور له آية الله العظمى رئيس الفقهاء العظام الشيخ محمد حسين النائني أعلى الله مقامه، فأجاب بما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى البصرة وما والاها. بعد السلام على إخواننا الأماجد العظام أهالي القطر البصري ورحمة الله وبركاته، فقد تواردت علينا في الكرادة الشرقية برقياتكم وكتبكم المتضمنة للسؤال عن حكم المواكب العزائية وما يتعلق بها، إذ رجعنا بحمده سبحانه إلى النجف الأشرف سالمين، فها نحن نحرر الجواب عن تلك التساؤلات ببيان مسائل. الأولى: خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطرق والشوارع مما لا شبهة في جوازه ورجحانه وكونه من أظهر مصادق ما يقام به عزاء المظلوم وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كل قريب وبعيد، لكن لازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله من غناء أو استعمال آلات اللهو والتدافع في التقدم والتأخر بين أهل محلتين ونحو ذلك، ولو اتفق شيء من ذلك فذلك الحرام الواقع في البين هو المحرم ولا تسري حرمته إلى الموكب العزائي، ويكون كالناظر إلى الأجنبية حال الصلاة في عدم بطلانها. الثانية: لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد الإحمرار والإسوداد، بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضا على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور، بل وإن تأدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى. وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأمونا، وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها، ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك، كما يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب، ولو كان عند الضرب مأمونا ضرره بحسب العادة، ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجبا لحرمته، ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام آمنا من ضرره ثم تبين ضرره منه. لكن الأولى بل الأحوط ألا يقتحمه غير العارفين المتدربين، ولا سيما الشبان الذين لا يبالون بما يريدون على أنفسهم لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية. ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثالثة:
الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادة الشيعة الإمامية باتخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون، وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى، فإن وإن كنا مستشكلين سابقاً في جوازه وقيدنا جواز التمثيل في الفتوى الصادرة منا قبل 4 سنوات، لكن لما راجعنا المسألة ثانياً اتضح عندنا أن المحرم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زي الرجال رأساً وأخذاً بزي النساء، دونما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبديل لزيه، كما هو الحال في هذه التشبيهات. وقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على العروة الوثقى. نعم، يلزم تنزيهها أيضاً عن المحرمات الشرعية، وإن كانت على فرض وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبيه كما تقدم. الرابعة، الدمام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إلى الآن حقيقته، فإذا كان مورد استعماله هو إقامة العزاء عند طلب الاجتماع وتنبيه الراكب على الركوب وفي الهوسات العربية ونحو ذلك، ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور، وكما هو المعروف عندنا في النجف الأشرف، فالظاهر جوازه والله أعلم. وبعد أن صدرت هذه الفتوى القيمة من آية الله العظمى النائمي، عرضت على بقية العلماء الأعلام فعلقوا عليها بما يلي: الإمام الشاهرودي قدس سره. نص ما كتبه سماحة آية الله العظمى الإمام السيد محمود الشاهرودي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حرر هنا شيخنا العلامة قدس الله تربته الزكية من الأجوبة عن المسائل المندرجة في هذه الصحيفة هو الحق المحقق عندنا، ونسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لإقامة شعائر مذهب الإمامية، والرجاء من شبان الشيعة وفقهم الله تعالى أن ينزهوا أمثال هذه الشعائر الدينية من المحرمات التي تكون غالباً سبباً لزوالها، إنه ولي التوفيق.